اللي هي هيئات المنافسه العربيه، كتب وصحافه يسعدني اليوم ان اتواجد بينكم ومعكم في هذا اللقاء السنوي الثاني لشبكه المنافسه العربيه. بعد اللقاء الاول الذي أقيم السنة الماضية بجميع الدول العربية بتعاون مع جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، يأتي انطلاق أعمال هذا اللقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية في ظل ظروف وتحديات اقتصادية صعبة تواجهها الدول وتواجهها أيضا الأسر في كل بلد وفي العالم، مما يستدعي أهمية تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسة المنافسة وتحقيق المنفعة المشتركة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة تحت مظلة رسمية تجمع أجهزة المنافسة بدول المنطقة العربية. إن إنشاء أول شبكة عربية تحت رعاية جامعة الدول العربية من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينكم في مجال المنافسة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينكم وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويري. كما أن إنشاء هذه الشبكة سيمكن لا محالة من خلق مناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي، وذلك من خلال تأمين الاستفادة من تطبيق سياسة المنافسة في الدول العربية والعمل على مواءمة التشريعات بين الدول الأعضاء، خاصة مع أهمية سياسة المنافسة في تطوير وتنمية التبادلات التجارية كونها عنصرا اساسيا في خلق بيئه جاذبه للاستثمار في اطار السعي نحو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي والاسواق العربيه اكثر تنافسيه. تعرف معظم الدول العربيه تحولا رقميا مهما، وبالتالي يمكن لقانون المنافسه ان يكون رافعا لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والابتكار في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. كما يمكن للمنافسة العادلة أن تحفز الإبداع والابتكار في صناعة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنافسة العادلة أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة وتشجيع على المشاركة في الاقتصاد الرقمي. ومن أهم الأولويات الاقتصادية لمعظم الدول نجد كذلك محور الاستدامة، حيث تجدر الإشارة إلى العلاقة الوطيدة لسياسات المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استناد عملية التركيز إلى معايير مرتبطة بالبيئة والقضايا الاجتماعية والحكامة، وكذا التوجه نحو إمكانيات إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. تجر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف إلى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، حيث نخص بالذكر القانون رقم 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون 13/20 المتعلق بمجلس المنافسة والذي تم التنصيص عليه في الفصل 166 من الدستور على اعتباره هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف
في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسة التجارية غير مشروعة وعمليات التركيز الاقتصادية والاحتكار. كما أن النموذج التنموي الجديد المغربي الذي أعدته اللجنة خاصة بتكليف من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد على ضرورة توفر مؤسسات حكامة اقتصادية مستقلة وفعلية واعتماد قواعد تضمن تكافؤ الفرص على المستوى الاقتصادي، إذ يعتبر ضمان السير السليم والمنافسة للسوق شرطا أساسيا لإدكاء المبادرة الخاصة والتقليص من حواجز الولوج إلى السوق ومعاقبة حالات تنازع المصالح وتسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة والتوافقات غير القانونية. وأجدد التأكيد على انخراط المملكة المغربية واستعدادها لدعم ومواكبة جميع الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية، وكذا التعاون في كافة المجالات خاصة مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وذلك من أجل استشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية، على اعتبار أن التكامل الإقليمي يعد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي. وفي الختام أجدد الترحيب بكم جميعا وأتمنى لكم مقاما طيبا في بلدكم المغرب، كما أتمنى أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأتوجه بالشكر إليكم وإلى كل من ساهم ويساهم في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر، وعلى رأسهم جميع الدول العربية وأعضاء الشبكة وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الخبراء والمختصين في قانون واقتصاد المنافسة وباقي شركاء. وفقكم الله جميعا فيما فيه خير لشعوبنا ولبلداننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.